ان احنا نتكلم عن اهميه الراحه السلبيه، لانه اهميه الراحه السلبيه لعيبه النادي الاهلي، لانه انا بشوف انه اهم حاجه 3 اسابيع اللي احنا هناخدهم دلوقتي. طبعا ده شيء مهم جدا. لما تشوف القرار اللي السنه اللي عدت ناس كتير انتقدته وقالت ان ازاي بتتكلم بتدي اللعيبه راحه وتريحهم، ده كان نتاجه ان انت خدت كل البطولات السنه دي، وكمان مش كمان البطولات، انت ظهرت بشكل كويس جدا، كنت اداء يعني رائع جدا، اديت فرصه للمدرب ان يعرف يحرك لعيبته. كمان السنه اللي جايه انت بتتكلم على سنه كنت لعبت فيها 4 أو 5 بطولات بس، السنه الجايه عندك 7 بطولات بخلاف ارتباطات المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي في التصفيات القاريه وبطوله امم افريقيا والتصفيات المؤهله لكاس العالم 2026، وان شاء الله نتمنى نكون موجودين فيها باذن الله. فطبيعي اللعيبه لازم تاخد راحه بعد المجهود الكبير. انت يا كابتن اخر 3 ماتشات الناس اللي كانت بتنتقد اداء النادي الاهلي ده بسبب ضغط المباريات، بسبب الارهاق الشديد اللي تعرضت له، فكان مهم جدا الراحه السلبيه. وعجبني جدا قرار مارسيل كولر في انه قال لك حتى انا هدي راحه سلبيه حتى لو هيجي على حساب نوعا ما فتره الاعداد، على اساس ان الموعد المقترح اللي احنا لسه مش عارفينه امتى لبدايه الدوري نص سبتمبر، فهتبقى فتره الاعداد اقل، بس هو فضل يدي راحه اطول عشان اللعيبه يحصل لها استشفاء وتطلع من المود بتاع الدوري. ومش قصه راحه بدن بس او راحه نفس، قصه ان انت نفسك بتغير الاجواء، بتغير اجواء المستطيل الاخضر، بتغير اجواء اللعب، بتروح تشوف الدنيا افضل عشان تشوف اسرتك. ده حتى كل اللي اتكلم على الجمله دي 3 4 مرات ان اللعيبه دي ما كانتش بتقعد مع اسرها فتره طويله جدا، فمهم جدا راحه 3 اسابيع عشان تستعد الموسم. عندك 7 بطولات بخلاف ارتباطات المنتخب الوطني والاولمبي الاول والاولمبي. اسمع منك برضو يا محمود رايك في هذا الامر. شوف يا كابتن اسلام، الاهلي يبدو ان هو متفرد في كل شيء. يعني حتى وهو بياخد اجازه بيفكر في اللي جاي، بعد موسم تاريخي عظيم بيفكر انه يكون الموسم اللي جاي اعظم من اللي قبله، ودي دايما الرهان او الاختبار للانديه الكبيره، الانديه العالميه اللي زي ريال مدريد مثلا لما بيفكر ياخد الدوري الاسباني، دوري الابطال، كاس العالم للانديه، و و و و عندك في افريقيا النادي الاهلي النادي اللي بيطمح دايما انه يحصد كل البطولات المحليه والقاريه. زي ما الاستاذ حكيم بيقول، الاهلي عنده اختبار جديد بيضاف للاختبارات السابقه، السوبر الافريقي وما الى ذلك. عنده امل كبير ان هو يتاهل لنهائي كاس العالم للانديه لكسر الانجازات اللي حصلت قبل كده. كل ده الطموحات دي بتديك عبء اكبر وضغط اكبر على اللاعب. اللاعب لما حصلش على نفس يفصل ما بين الموسمين هيأثر عليه بالسلب. فاعتقاده قبل ما نتكلم برضو على اللي جاي يا كابتن اسلام، لازم نتكلم على اللي فات. الاهلي اللي بيحقق موسم تاريخي عظيم، واللي بيتعرض لبعض الانتقادات مننا جميعا لما بيحصل اي عثرات، انا شايف ان الاهلي ما حصلش على الاشاده والدعم والثناء اللي يستحقه. انت قدامك يا كابتن اسلام موسم غريب في كل شيء. اي موسم تاريخي عظيم لازم يسجل باحرف من ذهب في تاريخ الكوره المصريه وتاريخ النادي الاهلي. حصد 5 بطولات في هذه الاجواء الصعبه، في البطولات الساخنه، في بطولات محليه واقليميه، اعتقد ان انت امام نادي مختلف بيطمح في اللي جاي انه بدل الـ5 يبقوا 6 ويبقوا 7 ويحقق انجازات كبيره. انا اشفق على اي لاعب في الاهلي لان الفانيله تقيله جدا، المسؤوليه عظيمه، وكل ده يخلينا ان احنا لازم نقول ان هم يحصلوا على الراحه الحاليه بشيء من الاستمتاع، لان اللي جاي اكيد جدا هيبقى صعب.